باب الحديد. يقع باب الحديد في الواجهة الغربية للمسجد الأقصى المبارك، ويعقب باب الناظر، وهو أحد المداخل المتفرعة عن طريق باب العمود، ويسمى أيضا بباب أرغون نسبة إلى الأمير أرغون الكاملي. وأرغون تعني بالتركية الحديد، وهو الذي أسس المدرسة الأرغونية في عام 759 للهجرة الشريفة، الموافق لعام 1358 للميلاد. وباب الحديد عبارة عن فتحة مستطيلة بعقد يتقدمه من الواجهة الشرقية موزع مغطى بقبو متقاطع، وهو جزء من الرواق الغربي لمساحة المسجد. أما الواجهة الغربية للباب فتعلوها عتبة مستقيمة تفتح إلى موزع معقود بقبو متقاطع وتطل على الجهة الغربية للطريق. باب الحديد على شكل قوس مدبب، على جانبيه مداميك حجرية بارتفاع 60 سنتيمترا تقريبا، ويعلو الباب واجهة تعود للفترة المملوكية، ويتوسط هذه الواجهة نافذة معقودة بعقد مدبب يتناوب في مداميكه الحجر الأبيض والأحمر.